مرحبا يا ماما. أهلا وسهلا بكم حبيبتي، شرفتونا اليوم. يا ماما احكي لي شوية أكثر عن دخولك مجال النقش بالحنة وشون طورتي هاي الموهبة. والله أني تقريبا بديت بهذا المجال من سنة 2016، تقريبا صار 4 سنوات. أول ما بديت كان شيء كلش بسيط، حتى النقشات اللي كنت أرسمها كانت كلش بسيطة وصغيرة. بعدين شوية شوية يعني إيدي أخذت على الرسم، صرت أرسم أكثر. أني أصلا طالبة جامعة فنون، فهذا الشيء ساعدني هواية إنه يكون يعني أكون أفضل بالرسمات عندي. زين، إلها موسم يزداد الإقبال عليها؟ أكيد، أغلب الأوقات اللي يزداد عندي الشغل تقريبا بالأعياد، لأنه العيد طبعا مناسبة حلوة، يعني الناس تسوي شيء تغيير، لأنه الحنة تجمل العيد، فأكثر الأوقات يكون عندي بالأعياد والمناسبات، يعني احتفالات أكو هنا، إيفنتات دائما يزيد عندي الشغل. زين، والرسومات أكو همين رسومات معينة مطلوبة أكثر من غيرها؟ والله الصراحة أكثر النقشات اللي يختارها العالم، دائما الناس هنا يحبون يكون النقش يشبه التاتو، خصوصا أنه أنا الحنة مالتي لونها أسود، يعني يظل مدة طويلة لونها أسود، فأغلب الأوقات الناس تختار أشياء تشبه التاتو، وأكو ناس يحبون الزخارف يعني أكيد، بس أكثر شيء يعني الشغلات البسيطة يحبون. أضرر الزبون اللي يجيني، ونفس الشيء حتى ما يكون مثلا سمعة الشغل تبقى مثل محافظة على سمعة شغلي. الحنة اللي أنا أستعملها كلش طبيعية، ما بيها أي مواد كيميائية، فما يعني أنا صار لي هاي السنين كلها أشتغل، ما فد يوم أحد اتضرر من الحنة. وهذه الحنة الصراحة هي تبقى تقريبا 10 أيام، إن أسبوع إلى 10 أيام، فشي حلو يعني يشبه التاتو، الناس هواية تحب هيك الشيء. من ناحية الفعاليات تشاركين بمهرجانات أو بازارات تخليك تطرحين هاي الموهبة على أكبر عدد ممكن من الناس؟ اي نعم، أنا شاركت ببازارات ومهرجانات هواية صراحة، كان هذا الشيء كان كل شيء ساعدني إنه أبين شغلي أكثر، أتواجد بأكثر من مكان، يعني مو مجرد مكان واحد معين. والصراحة هذه البازارات ساعدتني كلش هواية، كان بيها إقبال قوي، يعني اشتغلت، كان الشغل كلش موفق بوقتها، لأنه لما أنت تكونين البازار يسوي جو، يعني مثلا كان موجود بيه أكثر من أعمال يدوية، كان أكو بيه رسوم، يعني رسومات، حتى كان أكو خياطة وجنط، فهذا الشيء يخلي الناس يعني يجذب الناس أكثر لنا. الإقبال كان كلش حلو بوقتها.